اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. مرحبا بكم خوتي وخواتي الطلبه. ان شاء الله هذا غيكون لا سويت ديال الفيديو الثالث ديال الشيمياء اندستريال اللي غنتناولوا فيه الشرح ديال البوليميريزاسيون ديال بولي اديسيون راديكال ايونيك والايونيك اللي كتكون بدوره من الانيونيك الكاتيونيك اي الكوردينااتيف. نبداو دابا كما قلنا ان الرياكسيون ديال بولي اديسيون فيها ثلاثه ديال لي زيطاب الامورساج البروباغاسيون اي تيرمينيزون. نبداو بالطاب الاولى اللي هي الامورساج. فهاد الرياكسيون ديال بوليميريزاسيون راديكالير باش ترى لينا هاد الرياكسيون هادي خصنا نبداو بواحد الكومبوزي ديال الديبار اللي خصنا حنا نكونو موجدينو ديجا في اللابو ديالنا اللي غنسميو حنا هو ا بوين. هاد الكومبوزي كنحصلو عليه من واحد الكومبوزي كنسميوه الامورسور غنعرفو من بعد اشنو هما الانواع ديالو. يعني كنسميوه ا بوين يعني راديكال يعني واحد الكومبوزي راديكالير كنكونو حنا موجدينو ديجا في اللابو ديالنا وكنحطو حداه. اش كنحطو حداه؟ كنحطو حداه المونومير ديالنا. المونومير ديالنا اللي غنختار انا في هذه الحاله باش نكسبليكي لكم اللي هو الايثيلان كما كتلاحظوا معايا ولا نختار السيران كما كتلاحظوا معايا. دونك باش طرا ليا هاد الرياكسيون ديال هاد الغاديكال مع هاد الدوبل ليازو خاص ليا طرا ليا واحد الغيبتور اللي كيتسمى الغيبتور اوموليتيك. الغيبتور هاد الغيبتور اوموليتيك اش كيعني؟ كيعني لك ان واحد الليزو من هاد ليدو ليزو كتهرس حيت هاد الليزو عباره عن جوج ديال لي زيليكترون مشاركين مع بعضياتهم ودايرين ليزو. دونك هاد لو دي الكترون كي تهرس لا ليزو ما بيناتهم وكل كربون كياخذ الغاديكال ديالو. نعاودو نرسمو داكشي عاوتاني باش يكون كلشي باين. يعني قلنا واحد الليزو من هادوك ليدو ليزو كتهرس كما كتلاحظوا معايا كل واحد ولا عنده الغاديكال ديالو يعني كل كربون خدا الغاديكال ديالو متفقين. وهنا بقات لينا السامبل ليزو اش كيجرى دابا؟ كيجرى ان هاد الغاديكال ديال هاد الكومبوزي ا كيدير ليزو مع هاد الغاديكال ديال المونومير ديالي وكيشكلوا واحد السامبل ليزو ا ليزو مع كربون البنزين كما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل اللي غيولي عليه الكومبوز ديالها في ليطاب الامورساج. وديجا قلنا ان ليطاب ديال الامورساج هو انك كتخلي ولا كتصنع السونتر اكتيف اللي هو هذا الغاديكال يعني سونتر اكتيف غاديكالير في المونومير ديالك. هذه هي ليطاب ديال الامورساج. نمشيو دابا ليطاب ديال البروباغاسيون. اسمحوا لي قبل من ليطاب ديال البروباغاسيون نشوفوا الانواع ديال كومبوزي ا بريم يعني ا بوين. ا بوين في جوج ديال الانواع اللي هما لي زامورسور كيميك اي الرياكسيون ريدوكس. يعني هادو هما الامورسور اللي كنستعملوا واللي يمكننا نحصلوا بهم على الكومبوزي ا بوين يعني الامورسور كيميك. كاين عندنا الامورسور كيميك اي الرياكسيون ريدوكس هي مناش كنحصلوا على هاد الكومبوزي ا بوين ديالنا. امثله في الامورسور كيميك كاين عندنا الا اي بان اي البي او بي ومازال لي كومبوزي وحدين اخرين. المهم هادو هما اللي خصنا نعرفو حنا الا اي بي ان والبي او بي. وفي الرياكسيون ريدوكس خصنا نعرفو سيل دو فانتوم. كاينين بزاف المهم هادو هما اللي خصنا نعرفو. غنبداو نكسبليكيو اشنا هو الاي بي ان وكيفاش كتكون الستريكتور ديالو. يعني الاي بي ان هو اختصار ديال واحد الكلمه اللي هي ازو بيزيزو بيتيرو نيتريل كما كتلاحظوا معايا طويله بزاف وصعيبه في النطق ديالها. داكشي علاش كنفضلوا ولا كنستخدموا ديما الاي بي ان. الستركتور الشيمي ديال الاي بي ان كيكون على هذا الشكل. هذا لاحظوا معايا سي اش 3 سي اش 3 سي ان ان
دوب ليزر ونفس الكومبوزي كيتعاود عاوتاني، يعني كيكون سيميتريك. هاد الكومبوزي هذا اش كنديروا ليه؟ كنديروا ليه التسخين، يعني كندورو فيه كنديروا ليه الشوفاج. اش غير جرى لنا في الكومبوزي ديالنا؟ هاد ليزو هادي غتهرس وهاد ليزو هادي غتهرس على شكل لي غاديكال. دونك غيجرى لنا عاوتاني هنا الغيبتوغ اوموليتيك، يعني سي بوان سي اش تروا متفقين. طرنا هنا الغيبتوغ اوموليتيك، هذا خدا الغاديكال ديالو وهذا خدا الغاديكال ديالو وهذا كذلك خدا الغاديكال ديالو وهذا خدا الغاديكال ديالو. كما كتلاحظوا معايا ان هذا الكومبوزي هو نفس هذا الكومبوزي هذا. وعاوتاني هنا هاد لي غاديكول في هاد لي كومبوزي هادو اش غيجرى ليهم؟ غيديروا ليزو مع بعضياتهم وغيولي عندنا هذا الان دو ان دو غاز كما كتلاحظوا معايا. وهاد الكومبوزي هذا ولا هذا حيت هما نفسهم، يعني غيعطينا جوج ديال هاد الكومبوزي هذا. هاد الكومبوزي هذا هو ابريم اللي كنهضروا عليه حنا، هو هاد ابريم هذا يعني ا واحد الكومبوزي غاديكالير في الحاله الا قال لنا استعملوا كم امرسور ال اف بي ان. ندوزو سميتو المثال الثاني اللي هو البي او بي. البي او بي البي او بي اللي هو بيروكسيد بنزوين كما كتلاحظوا معايا نكتبوا سميتو نكتبوا ستريكتور الشيميك ديالو. هادي هي ستريكتور ديالو. اش كيجرى لنا؟ بنفس الطريقه ونفس الميثود كنديروا للشوفاج. اش كيطرى لنا؟ اول حاجه كيطرى لنا الغيبتوغ من هنايا، كما كتلاحظوا معايا جرى لنا الغيبتوغ هنايا. كل واحد هضر الغاديكال ديالو. وهاد الكومبوزي راه هو نفس هاد الكومبوزي، دونك غنكتبو غير جوج منو، يعني جوج ديال نفس الكومبوزي اللي هو الاو بوان سي دوبليزو او البنزين. متفقين؟ وهاد الكومبوزي اللي هاد الفورم ديالو موان ستابل، يعني ماشي مستقرة، غيتحول لينا بواحد الغيبتو اخر اللي غتقطع فيه هاد ليزو هادي اللي غيولي لنا على هاد الشكل هذا. يعني بحال هنا تقول غيجرى لينا موان سي او دو حيت الكومبوزي رسمو هو الاول باش يكون كلشي فين او بوان. دونك هنا يكون عندنا غاديكال بلوس الكومبوزي سي او بوان او دبليوز هاد الكوادي. وهذا غياخد الغاديكال ديالو كما قلنا. وهنا عندنا هاد الغاديكال ديال هاد الاو. هاد لي دو غاديكال غيديروا ليزون مع بعضياتهم. وكما قلنا ان كنديروا نصف سام ما كنديروش سام كامل، حيت حنا كناخذوا غير الكترون واحد هو اللي كنديروا ليه الترانزلاسيون ديالو ولا كنديروا به ليزون. داكشي علاش كنديروا غير نصف سام ما كنديروش سام كامل. يعني هادو غيديروا ليزون. دوك يولي عندك هنا سي او 2 غاز كما كنعرفوا كاملين، وكيولي عندك هذا هو الكومبوزي ا بريم اللي كنا داوين عليه قبيله. كذلك هو نفسه، يعني داك ا بريم اللي كنا داوين عليه الا قالك خدم بي او بي اللي هو بيروكسيد البنزوين، يعني ا بريم ديالك اللي غتستخدمو في لي طاب ديال الامورساج غيكون هو هذا البنزين بوان. متفقين؟ ندوز دابا لسيل دو فانطون. هاد سيل دو فونطون اش كنستعملو فيه؟ كنستعملو فيه ال H2O2 يعني الماء الأكسجيني و ال Fe2+ بريزونس دو Fe2+. اش كيجرى في الغياكسيون ديال هاد الجوج هادو مع بعضياتهم؟ يعني H2O2 بلس ال Fe2+ اش كيعطيك؟ ال OH
point plus l'OH moins plus l'FE 3 plus. Tu as fait? يعني هذا هو الكومبوزي ديالك والكومبوزي ولا البرودوي اللي كتخدم به هو هذا كما كتلاحظوا معايا هو غادي كالير يعني هو الا الا قال لك خدمنا سيل دو فونتون يعني غتخدم بالاو اش بوين هو اللي غدير ديرو في ليطاب ديال امورساج كلشي باين يعني ما كاينش شي حاجه اللي ما بايناش دابا ندوزو ليطاب ديال بروباغاسيون ليطاب دو بروباغاسيون هادو ما داخلينش فهاد ليطاب هادو غير اكسبليكيت ليكم داك الابوان اش كيكون حيت هو كيجي في التمرين اش كيقول لك مثلا في ليطاب ديال الامورساج استعملنا الامورسور الا اي بي ان الا استعمل قال لك استعملنا الامورسور الا اي بي ان انت كتكون عارف ان الامورسور اي بي ان هو هذا دونك اوتوماتيكمون داك الابوان غتعوضو بهاد الكومبوزي هذا ما غديرش ابوان غدير هاد الكومبوزي هذا ودير البوليميريزاسيون ديالك في ليطاب ديال الامورساج بهاد الغاديكال هذا وتم غادي مزيان كاين سميتو كاين واحد لابليكاسيون خادم فيه التمرين على الشكل ديال كيفاش خصك تحط الجواب ان حنا هنا غير كنخدموا الكور متفقين لي طاب دو بروباغاسيون بروباغاسيون لي طاب دو بروباغاسيون اش قلنا كيجرى فيها كناخذوا الكومبوزي اللي حصلنا عليه في لي طاب ديال امورساج يعني اللي هو ا بوين البنزين وكنحطو على الاقل واحد 3 ولا 4 ديال لي مونومير ديالنا اللي اختارين حنا قلنا هو ستيران علاش كنديرو اكثر من سميتو 3 حتى 4 غير باش تبان لينا ديك الانيتي دي ريبيتيسيون هي سهله ولكن بعض المرات كنرتكبو شي اخطاء جسيمه المهم الاحسن ديما تكثر باش كلشي يكون باين لك وخصوصا في رياكسيون ديال بولي كوندونساسيون رياكسيون ديال بولي كوندونساسيون كيطراو الاخطاء بزاف فيها دابا نديرو الكومبوزي ديالنا الرياكسيون ديالنا عفوا هنا غيجرى لنا الغيب تو اوموليتيك هنا كذلك هنا كذلك هنا كنقولوا انك تعاود جوج كان متفقين دونك البنزين نقدر نقول شي وحدين انني ما كنكتبش مزيان انا فعلا ما كنكتبش مزيان هادي راه الكتابه ديالي اللي مزيانه مزيانه كاع انا راه عمري حياتي ما قديت شي كتاب ولا زوقت بحال هاد الزواق هاد فشي كتاب في حياتي كامله الكتابه ديالي ما عمري استعملت فيهم هاد لي كولور الباج اللي قلبتها تلقى بكولور موحد غير باش نتفق والبنزين راه كندير لنا دوار المهم حيت كن في التمارين كنديرو بنزين ولكن حيت كنكون انا كنكسبليكو اللعيبه كندير غير دوار حيت انا عارف انه بنزين ما محتاجوش ديك الساعه نبينو متفقين دابا قلنا جرنا الغيبتو اوموليتيك وكل واحد ولا عنده الغاديكال ديالو هنا جرنا غيبتو اوموليتيك هذا الكربون هذا خدا الغاديكال ديالو هذا الكربون خدا الغاديكال ديالو متفقين وكذلك هنا اش غيجرى لنا دابا انا جوسكا ان متفقين هاد لي غاديكال هادو غيديروا ليازون مع بعضياتهم يعني كلشي باين ما كاين حتى شي حاجه صعيبه وبقينا غادي بحال هكا جوسكا ان دونك في لي طاب ديال بروباغاسيون شنو هو الكومبوزي ديالك ولا الفورميل ديال الكومبوزي ديالك كي غتكون هي ا ليازون كدير المعقوفات وكدير الانيتي دو ريبيتيسيون ديال كل الكومبوزي ديالك اللي بقيت عاود علاش هنا حتى هادو غيديروا ليازون مع بعضياتهم غادي غتولي ليازون دي سامبل شو هادشي غيتعاود ان فوا وكتعاود هنا واحد المونومير ديالك يعني كتعاود واحد عاود ثاني وكدير فيه السونتر اكتيف هادي ميثود ديما زيد واحد كتب هنا ان وزيد واحد ودير فيه السونتر اكتيف ديالك انا غنعاود نرسم هاد الكومبوزي حيت نقصتو خصنا نرسمو ليكم باش يكون حيت حنا يلاه بعدين خص كلشي يبان ليكم بالنسبه لهاد الكومبوزي هذا يعني عاد اش غندير هذا بالنسبه لهاد الكومبوزي كي غيولي غندير غير ليزون غادي نبين ليزون ما ندير حتى شي حاجه
غير باش نفهموا علاش كنديروا هذا الشيء. كيبقى يتعاود جوسكا ان علاش انا خديت هذا الفرن هذه البلاصه بالدق ودرتها ما بين معقوفتين كتبت لها ان، حيت الا جيتي تشوفوا هنا هاد الكومبوزي هنا هادي الا قطعت من هنايا من الكومبوزي ا اللي بديت به الا قطعت منه وبديت كنقلب على الكومبوز اللي كيبقى يتعاود غنلاح اننا كاين سي سي بنزين، يعني سي سي بنزين سي سي بنزين، يعني هاد الكومبوز هذا هو اللي كيبقى يتعاود راه غير مشوفه باين، يعني هاد الكومبوز كيبقى يتعاود هو هذا هو هذا بقيتي غادي جوسكا ان اللي غيطلق في هاد الغاديكال هذا، متفقين؟ دونك كنشدوه وكنكتبوا ليه ان وكنزيد واحد مونوميخور وكنلصقوا فيه سونتر اكتيف ديالنا، الا كان كاتيونيك نديرو كاتيونيك، كان غاديكالير غاديكالير، حيت حنا اصلا كنخدمو في الغاديكال دونك هنا غيكون غاديكالير، متفقين؟ دابا غندوزو ليطاب ديال تيرمينيزون. تيرمينيزون في ليطاب ديال بروباغاسيون بقى لينا هاد الكومبوز هذا متفقين. هنا السنتر اكتيف هاد السنتر اكتيف هذا كيخلينا البوليمير ديالنا ماشي ستابل، دونك هاد الغاديكال هذا خصو يتحيد باش يولي عندنا البوليمير ديالنا ستابل. كنحيدوه في ليطاب ديال التيرمينيزون كما قلنا، باش نحيدوه في ليطاب ديال التيرمينيزون عندنا دو كا ولا جوج ديال الرياكسيون اللي نقدروا نستعملوهم، هادو هما جوج الطرق. عندنا الطريقه الاولى اللي هي بار كوبلاج اي بار ديسيتاسيون. بار كوبلاج ني بار كوبلاج، بار كوبلاج هو ان هاد الكومبوزي هذا كيتلاقى مع واحد اخر بحالو واللي غاديكال ديال هاد الكومبوزي مع الغاديكال ديال الكومبوزي كيديروا ليزو مع بعضياتهم وكيولي عندنا واحد الكومبوزي اللي ما فيهش سنتر اكتيف ولا شي حاجه اللي كتخلي انستابل. والديسميتاسيون كطر لنا واحد الحاجه اخرى اللي هي باينه وكيتفورما لنا فيها واحد دوبل ليزو، متفقين؟ كيتفورما لنا واحد دوبل ليزو، يعني هاد القضيه يمكن البروف يستعملها، حنا غنشوفوا كيفاش. يعني بار كوبلاج اش قلنا؟ قلنا هاد الكومبوزي هذا يعني كيتلاقى مع كومبوزي اخر بحالو، من الاحسن باش نديرو هاد القضيه هادي ما ترسمش كومبوزي من راسك انت، بحال شد هاد الكومبوزي هذا ودير ليه الميروار ديالو، ديما هاد القضيه هادي كتحيد الاخطاء اللي تقدر دير. هذا رسم ليه الميروار ديالو ولا عاود رسمه هو لتحت، المهم من الاحسن دير ميروار، وهادي احسن ميثود يمكن لك تستعمل باش مد باش تحيد لي زيرو اللي يقدروا يوقعوا، حيت كاين بعض المرات شي اخطاء اللي بسيطه كنديروهم ماشي شي حاجه كنكونوا فاهمين وكندير اخطاء كارثيه حتى كنخرج من ليكزام كتقول يا ويلي. المهم قلنا هاد الكومبوزي كيتلاقى مع كومبوزي اخر بحالو نسيت هنا ان، دونك اش غيجري لينا؟ هاد لي غاديكال ولا جوج ديال الغاديكال غيديروا ليزون مع بعضياتهم، دونك الكومبوزي داك غيولي على هاد الشكل هذا ا متفقين؟ يعني هاد البوليمير ديالنا ولا على هاد الشكل. يمكن لينا الا جينا نشوفو مزيان هاد الكومبوزي هذا راه كيشبه هاد الكومبوزي اللي وصل الانيتي دو ريبيتيسيون ديالنا، وهاد الكومبوزي هذا كيشبه هاد الانيتي دو ريبيتيسيون اللي فهاد الكومبوزي ديالنا، يعني يمكن لينا ندخلوه. واحد الحاجه اللي خصنا نردو لها البال، دابا عندك هنا ان وغتزيد عليها واحد، دونك انا خصت ان بلس ان، كاين اللي كيديرو ما كيديرش ان بلس ان، نتفقوا على هاد القضيه هادي بحيت هي شي حاجه اللي بسيطه. يعني هنا غندير بحال هكا، هنا غنجي نكتب ان بلس ان حيت زد دخلت هذا هنايا، بلس ان كومبوزي ا، وهذا هي الفورميل ديال الكومبوزي ولا البوليمير ديالي. ندوزو دابا للرياكسيون ديال الديسميتاسيون ولا التيرمينيزون بار ديسميتاسيون. كذلك كنحطو جوج ديال لي كومبوزي ديالنا، هيا لاحظوا معايا هنا كنبينو لي اش وهنا كنبينو لي اش اللي كاينين،
باش نتفقوا على القضيه هذه. انا كنبين لي اش اللي كاينين وانا كنبين لي اش اللي كاينين. انا في المونومير الاخر ديالي كنبين فيه لي اش في البلاصه اللي كان فيها الدوبلي كنبين فيها لي اش ديالها حيت هذا شنو انا راه سي اش 2 وانا سي اش يعني غنبين هذيك لي زون ديال لي اش. وكذلك حتى هو كنرسمو منه جوج ديال لي مونومير ديالنا جوج ديال لي بوليمير عفوا. متفقين؟ دابا نجي نشرحو اش كيطرا. الرياكسيون اللي كطرا هنايا ان هاد الاش واحد الاش اللي كيشوف في الغاديكال يعني هاد السي هذا السي الثاني كنجي نديرو فيه الغيبتوغ اوموليتيك ديال واحد الاش. متفقين؟ دونك هنا شي يولي عندنا الكومبوزي ديالنا. هذا الرسم هنايا يعني الكومبوزي ديالنا غيولي على هاد الشكل هذا. بلس الاخر اللي كاين حتى هو اتفقنا. دابا اش قلنا هاد الكومبوزي ولا هاد الاش هذا غيطرى لي غيبشوف اوموليتيك يعني غيولي عندنا الاش بوان وهاد السي غيولي فيه توقف اللي هو هذا كما كتلاحظوا معايا. دونك هاد البوان مع هاد البوان هذا راه غاديكال كنقول لي بوان غاديكال الغاديكال غيطلق مع هاد الغاديكال وغيدير لنا واحد الدوبل ليزون يعني غيفورم لنا واحد ليزون وهاد الغاديكال غيتلاقى مع هاد الغاديكال هذا ديال هاد السي هذا وغيديروا ليزون وغيولي عندك تما سي اش 2. اتفقنا؟ دونك غنجي نكتبوا البوليمير ديالنا والفورمي ديال البوليمير ديالنا غيولي على الشكل هذا يعني بحال غيفورمي لك جوج ديال كومبوزي مختلفين يعني. وهاديك يقدر يستعملها البروف كسؤال ولا في التمرين يقدر يقول لك انه في النهايه ديال البوليميريزاسيون ديالنا ولو عندنا جوج ديال لي كومبوز. دونك غنعرف من هنايا انه عندي عندي التيرمينيزون في ليطاب ديال التيرمينيزون كطرى ليا هاد التيرمينيزون باغ ديسميتاسيون حيت كتعطينا جوج ديال لي برودوي يعني غتولي عندك هنا الدوبل ليزون باش بلوس واحد الكومبوز اخر اللي هو يعني البرودوي الاول اللي هو سامبل اللي على هذا الشكل هذا والبرودوي الثاني اللي على هذا الشكل هذا ولكن فيه واحد ساتوراسيون فيه واحد دوبل ليزون. هاد الكومبوز مازال تقدر تزيد فيه من راسك وكما قلنا ديجا الزياده من راس الحمق. دونك اش نقدروا نديروا الا زدنا نزيدو نبسطوه يعني نكتبوا ابوا ماشي ضروري ولا اوبليجي دير الزياده هذه انا غير بان نبين لها يعني باش تعرف انك شي ماشي زعما شي حاجه اللي فورسيمون قويه بزاف ولا حيت بعض المرات كتحزر بحال كتزيد شي حاجه كتحس براسك بحال انت واش بروف ولا واش كاين شي حوايج اللي هي منطقيه. بحال دابا هاد الكومبوزي هذا يمكن لي ندخلو هنايا ولكن هنا عندنا سي اش 2 هنا راه عندك غير سي اش دونك غنخلي واحد الاش برا. متفقين؟ وهذا غيتعاود ان فوا ان فوا بلس 1 حيت دخلت هاد الكومبوزي هذا حيت هاد الفورمي ديال الكومبوزي هذا شنو الشكل كتكتب يعني اش و اش وحده اخرى يعني بحال قطعت من هنا. متفقين؟ ودخلته وهادشي اللي كاين. وندوز دابا للرياكسيون ديال البوليميريزاسيون ايونيك.